كانت المجتمعات قديما تفتخر بكثره الابناء خاصه الذكور منهم فهم مفيدون في الزراعه في الغزوات في الحروب الاحوال تبدلت ولم تعد اللقمه التي تطعم اثنين تطعم ثلاثه فاصبح التفكير بجديه يتجه نحو تنظيم النسل وايضا استخدام حبوب منع الحمل الهرمونيه التي توقف تكوين البويضه او تمنع خروجها من المبيض او تضعفها لمنعها من استقبال النطفه او تغيير نوع السائل الذي يفرز في الرحم وفي البطانه. كم معقد وممل هذا الشرح، الا يوجد طريقه ابتكاريه مثلا لايصال هذه الفكره كما فعل مثلا بانكسي. بانكسي يقول بهذه الرسم يرسم الحيوانات المنوية هنا حول زر الإنذار لوحة رائعة تم كسرها وسرقتها اللوحة بعنوان سبير ألارم سرقت ثم استعيدت عرضت بمتحف للفنون الحديثة بمبلغ 250 ألف دولار هناك صفحة مصرية على فيسبوك اسمها الحب ثقافة تتكلم بجرأة وصراحة حول أمور مثل الحب العلاقات الجنس الزواج الحمل الإنجاب الأولاد وما إلى ذلك شرحوا في فيديو كرتون آلية عمل حبوب منع الحمل وباللهجة المصرية لاحظوا ماذا تفعل البويضة يا بويضة يا بويضة أنا جيت يا بويضة أنا بجهز وخارجة جاي لوحدك ولا معك حيوانات كتير زي كل مرة أنا عايم بقالي يوم كامل علشانك، محدش هيعرف يوصل لي غيري يا حيواني شد حيلك يلا قرب، هما نسيوا ياخدوا احتياطاتهم ودي فرصتنا وحياتك لنخليهم يخو كريم ابنهم النهارده إيه ده؟ إزاي قفلوا عليا؟ أنا متأكدة إنها نسيت تاخد الحباية، يا حيواني حيواني يا خسرت المشوار بويضة يا بويضة ردي عليا مش قادرة أتنفس وقتل الحيوان وذهب مكياج البويضة على الفاضي المغردون غردوا منهم عبد الرحمن عصام الدين يقول هم عاملين إعلان حبوب منع الحمل لأطفال 15 سنة ولا إيه يا بويضة يا بويضة أنت فين هو بينده على أمه في الإعلان يا جدعان رعونا يطلب منهم المراعاة عبد الله عبد الرحمن طيب هو إزاي جاي في الإعلان أنه مفعول الحباية قبل تلقيح البويضة وبعدين في اخر الاعلام بيقول انه ينفع يتاخذ لحد بعد العلاقه بخمسه ايام، يتساءل هذا المغرد. اما بالنسبه لشاي يقول انتم للاسف مدعاه للرذيله والزنا. احد المغردين يقول تابعتكم من الاسم لكي اتعلم منكم كيف اتعامل مع زوجتي، والاحظ اهتمامكم منذ شهرين بالواقي الذكري وحبوب منع الحمل. للاسف شيء مخجل. ينضم الي عبر خدمه سكايب من مدينه هيلفرسون في هولندا عبير سراس احد مؤسسي موقع الحب ثقافه مرحبا بك عبير كيف كانت الاستجابه لمثل هذه الاعلانات وخاصه هذا الاعلان من ردود الفعل مرحبا احمد الاستجابه جيده وايجابيه طبعا فقط للتصحيح الاعلان هذا او الجزء من حمله نحاول فيها الوصول او التعريف بوسائل منع الحمل وهذا الاعلان بالاخص هو حول حبوب منع الحمل الطارئه وهون لازم نفرق بين حبوب منع الحمل الطارئه والحبوب منع الحمل العاديه طبعا احنا وضعنا هذا الفيديو على الفيسبوك ومن متعارف عليه انه ممكن في حد يتهكم على الموضوع بس في النهايه احنا موقع باللغة العربية يهتم بهاي الأمور يهتم بكل ما يتعلق بالعلاقة الزوجية بالصحة الإنجابية ويستهدف فئة الشباب فهنالك من علق بتهكم وهنالك من استجاب بشكل إيجابي للموضوع في النهاية طيب اختيرت إن... اللهجة المصرية وهذه التعابير الكوميدية يا حيواني يا حيواني يا أبو أيضا آه. الموضوع الـ 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 الاستهداف اللهجه المصريه طبعا المشروع مشروع الحب ثقافي هو مشروع من مشاريع اذاعه هولندا العالميه وبتوجه بالوقت الحالي لمصر طبعا احنا بنعرف انه مصر بتعاني من كثافه سكانيه عاليه وحسب صندوق الامم المتحده للسكان ان لم يتم معالجه الامر سيصل عدد سكان مصر في 2030 الى 150 مليون نسمه فهنالك حملات كثيره منها حملات تقوم بها الحكومه المصريه ووزاره الصحه لتثقيف حول هذا الموضوع وايصال المعلومه للناس فهذا هذا لهذا السبب نحن نستهدف الشارع المصري حاليا. عندما تستهدفون الشارع المصري يعني من الممكن يعني ان ترون الاستجابه مع هذا الاعلام من خلال التعليقات من خلال عدد المشاهدات لكن عندما تقومون بمثل هذه الحمله ألا يوجد يعني أرقام وإحصائيات مدى الاستجابة لها من قبل الوزارات هل تتعاونون مثلا في مثل هذه الحملات مع وزارة الصحة مثلا بالتاكيد لدينا شركائنا ولدينا خبراءنا اللي بيختصوا ونحن لا نخلق هذا المحتوى كاعلاميين لوحدنا طبعا هنالك عدد كبير من الصحفيين والخبراء اللي بيشتغلوا معنا هنالك شركات مثلا مع الجمعيه المصريه او جمعيه الشرق الاوسط للصحه الجنسيه جمعيه تنظيم الاسره المصريه اتحاد المنتدى العربي للجنسانيه الفرد والاسره هنالك عدد من الشركاء وعدد من الخبراء وراء هذه النوع من الحملات يبقى السؤال هون احنا بنستهدف فئه شباب بين 18 و30 فلهذا لهذا السبب احنا كمان عم نستخدم طيب الادوات هذا. هذا المنصات اللي بيستخدموها كان يستهدف لك. به الازواج والعائلات للحد من النسل او تنظيم الانجاب هل هناك نعم. حملات اخرى للتوعيه الجنسيه ممكن ان تكون اكثر جراه من هذا تنوون طرحها في السوق المصري حاليا لا احنا بنركز على موضوعات الصحه الجنسيه بنركز على موضوعات تنظيم الاسره السنه الماضيه ركزنا على موضوع العنف الاسري او العنف الشريك الحميم intimate partner هي الامور طبعا احنا لدينا عدد كبير من المتابعين هنالك تقريبا مليون متابع على الفيسبوك فالموضوعات المطرحه هي تعكس الاسئله التي تردنا من من قرائنا ومن الناس اللي بيتعاملوا معنا هناك ثلاث خبراء على الصفحة يقومون بإجابة الأسئلة بشكل يومي فالموضوعات اللي بنطرحها لأنها عم تجينا كأسئلة إحنا بنطرحها كحملات وكموضوعات طبية علمية وهذا هو اختصاصنا نحن موقع علمي طبي بيتناول المعلومة نعم. بطريقة خفيفة كل شكر لك عبر خدمة سكايب من مدينة هيلث فورم في هولندا عبير سراس أحد مؤسسي موقع الحب ثقافي شكرا احمد